سنة 1870 قرر محمد أبيض بالتهامي القلاوي باش يبني واحد القصر، ولا نقدروا نقولوا عليها قصبة، على شكل تكن عسكرية باش يجعل منها مسكن ومقر له في منطقة لوات جنوب المغرب. لا سيما وأن جد التهامي القلاوي أحمد المزواري كان شيخ القبيلة ولا أمغار بالأمازيغية، يعني كانت عنده كلمة مسموعة في القبيلة. نقدروا نقولوا أنه كان واحد من أسياد هذه القبيلة. سنة 1879 تزاد تهامي القلاوي في قصبة تالوات اللي ذكرناها سابقا، ومني كبر شوية دخلوا باه للجامع باش يتعلم الكتابة والقراءة، ثم من بعد غادي يتوجه لوريكا باش يكمل فيها الدراسة ديالو ويتعمق أكثر في العلوم الدينية وحفظ القرآن. كان تهامي القلاوي مجتهد بزاف في القراية ديالو، وكان ناوي يكمل الدراسة لولا وفاة الأب ديالو محمد أبيض وهو كان باقي صغير، كان في عمره 8 سنين تقريبا، لكن واخا هكاك تكلف بأخوه الكبير ومخصص ليه والو، كان في مثابة الأب ديالو. ومني زاد كبر شوية حتى فات سن الرشد ولا التهامي القلاوي عزيز عليه الفلاحة والزراعة إلى آخره. كما يعتبر التهامي القلاوي أول من جرب زراعة القطن في المغرب، وعين على التجربة أخصائيين مصريين من أجل إنجاحها، ناهيك على حبه للقراءة. كان تهامي القلاوي مولوع بشراء الكتب، إذ يحكى أن عنده مكتبة كبيرة تعد من كبار المكتبات في المغرب، لما تتوفر عليه من كتب ومخطوطات قديمة جدا. تم حفظ هذه الكتب في مكان آمن بعدما صادر جيش تحرير الأملاك ديال تهامي القلاوي سنة 1956. كان الهدف ديال المدني القلاوي أخ تهامي القلاوي الأكبر هو التقرب من السلطان المغربي مولاي عبد العزيز اللي تولى عرش المملكة بعد وفاة الأب ديالو مولاي الحسن الأول سنة 1894. وكان تهامي القلاوي في هذه الفترة هو اليد اليمنى ديال خوه الكبير قائد قبائل تلوات المدني القلاوي، وأصبح تهامي القلاوي قائد جيش في سن 15 سنة، وخاض معارك شديدة مع كل من قبيلة ووزقيط، ثم معركة واتيديلي ضد القبائل اللي كانت متمردة على تولي السلطان مولاي عبد العزيز على عرش المملكة المغربية. هاد المعارك والحروب خلات تهامي القلاوي يصبح قائد عسكري متمرس، وصبح عنده صيد كبير في المنطقة وكاع الناس كيتحدثوا عليه. التجارب اللي خدها من هاد المعارك والحروب جعلت منه قائد مهم في الجيش، الجيش ديال قبيلة تلوات طبعا. وكان خوه المدني القلاوي مفتخر بالإنجازات ديالو، وفي سنة 1906 غادي يرسل المدني القلاوي خوه تهامي واحد المعركة قوية كان ضد القائد القندافي اللي كان كيسيطر على مساحة مهمة في الأراضي السوسية، لكن رغم ذلك قدر تهامي القلاوي أنه يغلب القائد القندافي ويستولي على الأراضي والمناطق اللي كانت تحت السيطرة ديالو، بحال واد تيفنوت واحد من أهم الأنهار اللي كيشكلوا واد سوس، قبائل أوناين ثم قبائل زيوة في جنوب المغرب. وفي سنة 1910 غادي توسع نفوذ آل القلاوي بقيادة المدني والتهامي اتجاه مدينة تارودانت اللي كانت كتعتبر المركز ديال قبائل سوس. مدينة تارودانت في ذاك العهد كانت تحت سيطرة القائد حيدة أوميس، لكن قوة وبسالة التهامي القلاوي قدرات تنتصر مجددا في هذه المعركة، ودخلت بلاد سوس بالكامل تحت السيطرة القلاوية. هنا كانت الأمور مزيانة، وكانوا آل القلاوي موالين الأسرة الملكية، وقعد الحروب اللي كيديروها كانت ضد القبائل المتمردة على السلطة. لكن في سنة 1911 غادي يتغير كل شيء. سنة 1908 تم تعيين السلطان مولاي عبد الحفيظ سلطانا للمغرب خلفا للأخ ديالو الصغير مولاي عبد العزيز اللي كان صغير في السن. وفي سنة 1911 اللي ذكرتها واللي غادي تعرف تغير في العائلة ديال آل القلاوي بعد ما استقرت الأوضاع للسلطان الجديد مولاي عبد الحفيظ في المملكة، قرر هذا الأخير باش يعفي المدني القلاوي من المهام ديالو العسكرية، وهذا الشيء بسبب الشكايات الكثيرة اللي كتوصل من عند القبائل اللي كيحكموا القلاويين. وهنا النقطة التي أفاضت الكأس، آل القلاوي ما عجبهمش هذا القرار، الشيء اللي خلاهم يغيروا البوصلة ديالهم من الموالاة للسلطان مولاي عبد الحفيظ للموالاة للفرنسيين، باش تبقى لهم ديك الهيمنة والسلطة ديالهم في المنطقة، لا سيما وأنهم كيحتلوا منطقة كبيرة بزاف. الفرنسيين حتى هما كانت هاد الفكرة في مصلحتهم، بحيث الأراضي اللي كيسيطروا عليها آل القلاوي غتصبح تابعة لهم بلا حتى شي مشاكل، وبدعم فرنسي غادي يقدر تهامي القلاوي يغير خريطة التوسع صوب مدينة مراكش، مراكش اللي كانت في هاد العهد تحت حكم أحمد الهيبة. لكن رغم ذلك تهامي القلاوي قدر أنه يغلب أحمد الهيبة ويسيطر على مراكش والنواحي،
في سنة 1912 السلطان مولاي عبد الحفيظ غادي يتنازل على الحكم لخوه السلطان مولاي يوسف. هاد الأخير اللي في العهد ديالو غادي يعاود يسطع نجم القلاويين بعد ما تم تعيين المدني القلاوي صدرا أعظم بمثابة وزير حرب، وتم تعيين تامي القلاوي باشا على مدينة مراكش وقائد على بلاد سوس جنوب المغرب. وكانت أول مهمة يقوم بها وهو في هذا المنصب الجديد هي تعيين ولد خوه حمو القلاوي قائدا للجيش، وصيفته في أول مهمة ليه واللي كانت محاربة قبائل تودغا، قبائل تودغا المتمردة على المخزن. وفعلا قدر جيش تهامي القلاوي ينتصر من جديد ويبسط السيطرة ديالو على قبائل تودغا، وصبح تهامي القلاوي كيحكم مساحة شاسعة من الأراضي من مراكش مرورا بتارودان ثم ورزازات. المهم هادشي كله ما زاد إلا من نفوذ تهامي القلاوي اللي في الأرض ديالو واللي في السماء بغى فيها النص، حتى أصبحت الثروة ديالو أكبر من ثروة السلطان المغربي بأضعاف مضاعفة في ذاك العهد. وهادشي حسب وثيقة تم الحجز عليها واللي كان فيها ما يلي: كان مجموع الملكية القروية المسجلة في منطقة الحوز وحده يغطي مساحة تبلغ 11400 هكتار أرضا مسقية و16000 هكتار ملكا لأسرته، وكانت تملك 25000 هكتار مجموعا للأراضي التي لا تتوفر على رسوم. أما في قصره فكانت أزيد من 100 خادمة وجارية تحت إمرته. تهامي القلاوي كان كيسيطر على الاقتصاد ديال المملكة في التجارة والفلاحة والعقارات. هادشي كله رغم المداخل الهائلة ديالو ما قنعوش وغير الاتجاه ديالو لمجال الدعارة، كما جاء على لسان الفرنسي كيدو لانوي في الكتاب ديالو ليوطي جوان محمد الخامس نهاية الحماية. ذكر هاد الكاتب أن تهامي القلاوي كان أكبر بارون في الوساطة في مجال الدعارة، وكان كيكلف عدد كبير من الأتباع ديالو باش يراقبوا بيوت الدعارة اللي كانوا تحت الملكية ديالو طبعا. وكانت كل عاهرة كتدفع 100 فرنك لتهامي القلاوي يوميا باش يخليهم يمارسوا الدعارة بدون قيود، بل توسع نطاق تهامي القلاوي في هذا المجال حتى وصل لإسبانيا وفرنسا حتى هي. سنة 1927 توفى السلطان مولاي يوسف وتم تعيين الملك محمد الخامس خلفا له. محمد الخامس رحمه الله كان باغي استقلال المغرب كأول هدف من الأهداف اللي كان باغيها، وكان كيساند المقاومة وجيش التحرير. وفي 23 دو جانبير من سنة 1950 كان ذاك النهار ذكرى المولد النبوي الشريف، فجاو الوفود باش يباركوا للسلطان هذا اليوم، وكان من بين الوفود مقاومين ورجال التحرير بالإضافة لرجال الأعمال اللي كان طبعا تهامي القلاوي واحد منهم. تهامي ما عجبوش التقارب ديال السلطان مع المقاومين خصوصا اللي كانوا كينتميو لحزب الاستقلال، هاد الحزب اللي كانوا الأعضاء ديالو على عداوة بالمتعاونين مع الفرنسيين، وطبعا تهامي القلاوي واحد منهم. المهم تهامي تعصب وقلل الأدب على السلطان محمد الخامس رحمه الله وقال لي قدام الحاضرين: لستم إلا ظل سلطان. الملك محمد الخامس ما عجبوش التصرف وطرد تهامي والأتباع ديالو من القصر الملكي، وطلب من نسيبو محمد المقري اللي كان صدر أعظم باش يوصل رسالة لتهامي القلاوي مفادها أن السلطان ما بقاش حامل يشوفك في القصر. الشيء اللي زاد من غضب تهامي القلاوي وقرر في سنة 1953 من خلال بيان رسمي كيعلن فيه عن صداقته وإخلاصه لفرنسا، مطالبا من هذا الأخير باش تعفي السلطان محمد الخامس من عرش المغرب ولا تستعد هي للرحيل. وتم توقيع هذا البيان على يد أكثر من 270 باشا وقائد كلهم كيأكدوا أنهم مع قرار تهامي المزواري القلاوي باشا مدينة مراكش، ما جعل الفرنسيين يقبلوا بطلب تهامي القلاوي، لا سيما أن هذا المطلب جاء في الوقت اللي فشلت فيها جميع المفاوضات بين السلطان المغربي محمد الخامس رحمه الله والفرنسيين. محمد الخامس كما سبق وذكرت كان الهدف الأسمى ديالو هو استقلال المغرب، لذلك رفض جميع المفاوضات اللي كانت بينه وبين الفرنسيين، وخا ما عرفتش غادي يوقع وخا غيكلفوا هادشي النفس ديالو. وفي 20 غش 1953 تم إعلان نفي السلطان محمد الخامس إلى جزيرة كورسيكا ثم منها إلى جزيرة مدغشقر. كان تهامي القلاوي والفرنسيين كيظنوا أنهم يعني صافي غادي يتناو من الأمر ديال السلطان محمد الخامس، وظنوا بلي الشعب المغربي ما غاديش يتسوق لهذا القرار، إلا أنهم كيتفاجؤوا بعكس التوقعات ديالهم. الشعب المغربي كله غادي يخرج للشارع نساء ورجال شيوخا وأطفال، كل شي خرج منددين بقرار نفي السلطان
وكان المطلب ديالهم واحد، وهو يرجع السلطان محمد الخامس إلى عرش أسلافه المنعمي. 21 غشت 1953، تهامي القلاوي بمساعدة مع الفرنسيين كيقرروا تعيين محمد بن عرفة سلطانا للمغرب خلفا للسلطان الشرعي محمد الخامس. وبسبب هذا القرار ناض التروينة في المدن والقرى. الشعب المغربي كان متعلق بالسلطان محمد الخامس لوحدة الدرجة لا تصور. وفي نفس السنة أي 1953، وبالضبط نهار الجمعة 11 تنبير، غادي ينجو محمد بن عرفة من الموت المحقق بعد ما هجم عليه المقاوم البطل الشهيد علال بن عبد الله. وبعد هذه الواقعة مباشرة محمد بن عرفة غادي ينجو مرة أخرى من الموت، لكن هذه المرة كان برفقته التهامي القلاوي بعد ما تفرقعات قنبلة بالقرب منهم، أدت لوفاة عدد كبير من أتباع التهامي القلاوي. والحسن حظهم لقاو 7 ديال القنابل ما تفرقعوش في نفس المكان. وفي 20 فبراير 1954، أثناء توجه التهامي القلاوي ومحمد بن عرفة للمسجد مرة أخرى، غير هذا المرة في مدينة مراكش، غادي تلقاو هجوم من طرف رجال المقاومة، ونجاو مرة أخرى بأعجوبة بعد ما لحوا عليهم قنبلة. التهامي القلاوي والفرنسيين ما قدروش على كبح مطالب الشعب المغربي اللي بين على أنه باغي ياخذ الطأر ديالو من هاد الخونة، واللي بين الشراسة لا تقاوم كبدات الفرنسيين والتهامي القلاوي خسائر لا تحصى. والمطلب باش توقف هاد المقاومة هو إرجاع الملك المنصب كسلطان للمغرب. ومن ذاك الوقت صبحت هاد الثورة عيد وطني كيحتفل بها الشعب المغربي إلى يومنا هذا، وكيحمل هاد النهار ذكرى ثورة الملك والشعب. 2 أكتوبر 1955، تهامي القلاوي باشا مدينة مراكش كيدلي بتصريح مفاده أنه هو كذلك كيطلب إعادة السلطان محمد الخامس لعرش أسلافه المنعمي، وأعلن على مبايعة السلطان محمد الخامس وإرجاعه عاجلا. 8 نوفمبر 1955، فرنسا رضوخا لمطالب الشعب المغربي كتقرر إرجاع السلطان محمد الخامس من المنفى إلى فرنسا قبل ما يحط الرحال ديالو في المغرب. وغير سمع التهامي القلاوي هذا الخبار بسرعة سافر لفرنسا من أجل طلب الصفح والعفو من السلطان محمد الخامس رحمه الله. وكان اللقاء كما في 17 نوفمبر 1955، السلطان محمد الخامس كيحط الرحال في العاصمة الرباط وسط حشود من الشعب المغربي، والفرحة اللي كانت كتملأ محيا جميع المغاربة كبيرا وصغيرا في القبائل والمدن. وفي نفس السنة تم الإعلان على لائحة الخونة المتعاونين مع فرنسا، وكان ضمن هذه الأسماء اسم التهامي القلاوي وجوج من ولاده، تم الحكم عليهم بمصادرة الأملاك ديالهم بالإضافة لسلب الجنسية لمدة 15 سنة. وكانت الأملاك ديال التهامي القلاوي أثناء تنفيذ الحجز هي 36,400 هكتار من الأراضي تقريبا، و 660,000 شجرة زيتون، بالإضافة للمصانع والعقارات. وتم إرجاع جزء من هذه الأملاك فيما بعد لعائلة تهامي القلاوي. هذا الأخير اللي بعد هذه الأحداث كلها اكتشفوا الأطباء أنه مريض بورم سرطاني لم ينفع معه علاج. وبحسب ابن القلاوي كان الملك محمد الخامس دائما كيسأل على الأحوال ديالو. وفي نهار 23 يناير 1956، انتقل التهامي القلاوي إلى دار البقاء، وتم دفنه في ضريح سيدي بن سليمان الجازولي في مدينة مراكش. إذن كانت هذه هي القصة الكاملة ديال التهامي المزواري القلاوي باشا مدينة مراكش. وكالعادة ما تنساوش تدعموا هذا المحتوى بلايك ومشاركة، وخليوا لنا الآراء والتساؤلات ديالكم تعاليق. وإلا كنتوا كتشاهدونا الأول مرة ما تنساوش تشتركوا في القناة باش تساهموا في دعم هذا المحتوى المهم. نشوفكم في الحلقة الجاية، تحياتي لكم وإلى اللقاء.